الجبوري، أهلا بك سيد الجبوري في حصاد رشيد. بداية، ما طبيعة الخلافات داخل مجلس نينوى وكيف يمكن تفسيرها من وجهة نظر محايدة؟ تفضل سيد الجبوري. تحية لك وللمشاهدين، وأحب أن أصحح بأنني الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري وليس عباس الجبوري على أي حال. بالنسبة لي أزمة المجلس في محافظة نينوى ما زالت تتفاعل بقوة، خاصة بعد ورود قرار المحكمة الاتحادية بإلزام المحافظ وإلزام الحكومة المحلية بتنفيذ قرار مجلس المحافظة بإخالة أكثر من 20 قائم مقام ومدير ناحية في اجتماع واحد وفي دفعة واحدة، وهذا الأمر قد عقد المسألة وعقد الطريق إلى الحل. نحن ندرك تماما بأن الحل لا يأتي من المحكمة الاتحادية وبالقوة وبالتهديد بالمحاكم والقضاء وغيرها، وإنما يحتكم إلى العقل وإلى المنطق والحكمة والعودة إلى المفاوضات والتفاهمات التي من شأنها أن تذهب كثير من الخلافات والأمزجة التي تتحكم ببعض أعضاء مجلس المحافظة الذين يريدون الاستحواذ على المناصب والاستحواذ على المشاريع والاستحواذ على القرار في محافظة نينوى. نحن نقول بأن الحل الأوحد لهذه المعضلة بتعطيل المجلس منذ أكثر من 7 أو 8 أشهر لا يخدم محافظة نينوى ولا يخدم الشارع الموصلي ولا يخدم الإعمار الذي توقف منذ أكثر من 7 أشهر بسبب هذه الخلافات الغير مبررة حقيقة، والتي لم تكن الخلافات بسبب تقديم الخدمات للمواطنين. المواطن يريد تقديم خدمات له ولا يريد مشاحنات ومهاترات وتهديدات للبعض والاستقواء بكتل كبيرة وبجهات من خارج محافظة نينوى. المواطن ينتظر الحل وينتظر تنفيذ المشاريع المتلكئة جدا في المحافظة، من مطار ومن فنادق ومن مستشفيات ومن محطة قطار ومن مجاري التي تعاني الأمرين من تلكؤ الشركات في المدينة. إذن الحل يأتي من داخل مجلس المحافظة وليس من خارجها، وما سمعناه من استجواب وتهديد لإقالة محافظ نينوى هو حقيقة ضغط على المحافظ حتى ينفذ قرار المحكمة الاتحادية والتوقيع على إقالة 20 مسؤول من في الوحدات الإدارية من خارج المحافظة، وهذا الأمر أنا أعتقد يعقد المسألة ويغيب الحل القريب. طيب. عن سيد الجبوري، إذا تسمح لي سيد الجبوري، ذكرت هناك المشكلة هي متوقفة على 20 مسؤول، المراد إقالتهم أو المساومة على هذه المناصب للوحدات الإدارية، هل هي فعلا أساس هذه المشكلة أم لا؟ بالتأكيد هو الأزمة كيف انفجرت؟ انفجرت عندما عقدت أول جلسة لمجلس المحافظة وصدر قرار بإقالة أكثر من 20 قائم مقام ومدير ناحية، وعين بمعكانهم من هذه الجهات من أعضاء مجلس المحافظة، من أقرباء مجلس المحافظة، من ينتمون إلى أعضاء نينوى والمستقبل، واستبعدوا الاستحقاق الانتخابي لقائمة نينوى الموحدة، وهذا ما أثار حفيظة القائمة الفائزة بالانتخابات والتي حصلت على أكثر من 155 ألف صوت في مجلس المحافظة. إذن أس الأزمة في الجلسة الأولى التي يقيل فيها أكثر من 20 مسؤول وحدة إدارية، هذا الذي جعل من الحل بعيدا واستفز القائمة الأخرى واستفز قائمة الكردستاني أيضا لم تحضر الاجتماعات. إذن الحل هو داخلي في محافظة نينوى، مجلس المحافظة، السيد المحافظ هم المعنيون أولا وأخيرا بحل الإشكالات والعودة إلى الاستحقاق الانتخابي، وهذا شيء مهم جدا. طيب. أن يعود المجلس إلى الاستحقاق الانتخابي ويعطى كل ذي حق حقه من الكتل الفائزة. نعم. طيب سيد الجبوري، المحافظة عاشت قبل سنوات تجربة أمنية مريرة، وهناك الكثير من الملفات التي ما زالت غير محسومة. برأيك من يعرقل مسألة حسم هذه الملفات؟ الحكم الحكومة المحلية تعمل بجد على إزالة كل آثار العدوان
الذي كان مسيطر على مدينة نينوى وإعادة المدينة إلى وضعها طبيعي في كل المجالات، في المجال الأمني، في المجال المرور، في المجال النقل، في المجال الإعمار، إعادة البنى التحتية، الجسور، المدارس، المستشفيات، القطار، محطة القطار، المطار، كل هذه المشاريع تتلكأ بسبب الصراعات في داخل الحكومة المحلية في داخل محافظة نينوى، وتحديدا مجلس المحافظة الذي منذ أكثر من 7 أشهر شبه معطل ومنشغل في مسائل هامشية مثل التشجير والمصادقة على أسماء المخاطر وغيرها من القرارات الهامشية التي لا تخص خدمة المواطنين ولا تخص تلكؤ المشاريع والشركات التي تلكأت وسبب التأخير متعمد في إنجاز المشاريع التي تخدم المواطنين. نعم. من مدينة الموصل البحث في الشأن السياسي السيد عبد الجبار الجبوري، تم تصحيح الاسم، سيد عبد الجبار الجبوري، كنت معي في حصاد رشيد، شكرا على هذه المداخلة.